السياحة يعني شاهدنا في ركود واضطرابات في الفترة الأخيرة. كنا عايزين نعرف من حضرتك الاطروحات الجديدة بالنسبة للقطاع من ناحية الأراضي. طيب بس يعني هو الركود لنسبة معينة مش ركود كامل، يعني لأننا برضو السنة اللي فاتت قدرنا أن احنا نرتبط على مشروعات جديدة. حجم الارتباط اللي عملناه التلات سنين اللي فاتوا يعدي 120 مشروع جديد، وبالتالي لا انا مش متفق في ان في حاله ركود. اقول لحضرتك الركود بالظبط فين، ان في منشات فندقيه قائمه وعامله وشغاله. قصور في السياحه الوافد خلى الناس تبقى تعبانه شويه، انما المشروعات اللي تحت الانشاء والمشروعات الجديده في الاستثمار لا زال في فيها ارتباطات وماشيه معقول. ان شاء الله السنه الجايه اللي هي باعتبارها من النص الثاني في سنه 17 في طرح جديد، في حوالي من 80 ل 85 مليون متر بتستهدف مشروعات كثيرة جدا متنوعة بمساحات متنوعة بتصنيفات باستخدامات أراضي. هندخل منطقة الساحل الشمال الغربي المحصورة ما بين رأس الحكمة وشرق مطروح، هندخل في منطقة سدر بالكامل اتساقا مع إن عملية تنفيذ مطار رأس سدر بتتحرك دلوقتي، وهنشتغل لازلنا عندنا امل برضو ان احنا نستكمل مراكزنا السياحيه اللي موجوده في البحر الاحمر، سواء جنوب الغردقه سواء جنوب القصير سواء مرسى علم في شمالها وجنوبها. الفرص الاستثماريه احنا طرحينها على كل المستوى ده، وهنترقب هنبذل مجهود كبير ان شاء الله، ونترقب ان باذن الله عرضنا دوت يخلق طلب حقيقي باذن الله. قيمه المشروعات اللي حضرتك بتتكلم عنها الجديد ما تقدرش تقول قيمته قد ايه يعني، لكن انا طبعا عندنا حسابات ان تنمية 85 مليون متر ارض لها تقديرات قد ايه انا هحتفظ بيها دلوقتي، انما انا عايز بس كنوع من الاطمئنان نتكلم نقول منشآتنا في التنمية السياحية والاستثمار السياحي في المناطق البعيدة عن كاردونات المدن والأحوزة العمرانية تقديراتها النهاردة تتخطى 100 مليار جنيه. انت النهاردة بقول لك تخطيت 85,000 غرفة فندقية، تخطيت اكتر من 60,000 وحدة اقامة، عندك عشرات بل مئات من المشروعات الترفيهية والادارية والرياضية، عندك مرافق بنية اساسية بالكامل تحملها سوق الاستثمار، بنية قوية جدا تديك انطباع وتديك صورة ذهنية لا زال البوتنشال بتاع الاستثمار السياحي والتنمية السياحية على أراضي مصر بخير. هل السوق يقدر يستوعب الطروحات الجديدة دي؟ أنا ما تصورش طبعا إن أنا لما هطرح قماشة استثمار زي دي يبقى السوق كله ممكن ياخد، إنما إن شاء الله أنا مقدر نسب معينة، بطمح في إني أصل لنسب معينة. نتمنى إن قانون الاستثمار الجديد يكون أدافع وحافز للمستثمر السياحي إنه يشتغل معانا. مطار رأس سدر آخر التطورات فيه إن شاء الله تنزل كراسة الاشتراطات أعتقد في النص الأولاني من شهر 7، طرح عام محلي إقليمي دولي، نستهدف إن شاء الله إن يكون حاجة نفخر بيها بإذن الله. كل المناقشات يعني تقريبا انتهت، الكراسات خلاص في طور الإعداد النهائي، أتصور أنه حينقل القطاع نقلة نوعية كبيرة، وعارف ومتأكد أنه فرصة استثمارية مميزة إن شاء الله. الهيئة والمستهدفات التلات سنين اللي فاتوا احنا حققنا فائض في, في, في موازناتنا يقدر فائض صافي يقدر ب 2 مليار جنيه. إن شاء الله السنة الجاية نعمل حاجة كويسة. متوقع هيزيد حاجة إن شاء الله؟ يعني في حدود كام حضرتك؟ يعني لا ما اقدرش، لان دي اصلها مساله تقديرات، انت بتتعامل مع مين من المستثمرين القدامى، هتقدر تعمل ايه رافق جديد من ايراد جديد، لسه شويه. انما اللي اهم بقى من تحقيق الايراد المالي المباشر ان انت ازاي تظبط ايقاع التنميه وتحاول تعوم المشروعات بتاع التنميه السياحيه اللي تحت تنفيذ الان، تقدم لها نوع من المرونه نوع من التسهيلات عشان تقدر تلم نفسها وتنزل تاني تحاول تدفع التنفيذ. ده مهم جدا بالنسبة لنا وأولوية من أولوياتنا في السنة اللي احنا فيها دي إن شاء الله.